حقق اتحاد عنابة أول فوز له بملعبه 19 ماي 56 في بطولة المحترف الثاني، وجاء ذلك على حساب شبيبة بجاية بهدفين دون رد سجلهما كل من معيزة عن طريق ركلة جزاء بالإضافة إلى عبد الملك زيايا. نصر قلال ثانية. فوز يعني مستحق، النتيجة كانت ربما تكون أكثر، لو يعني عرفنا كيفاش نصرفوا امام المرمى تاع الخصم. ما ننساش ثاني فريق بجاه بالك اول انهزام تاعو، ما تنساش باللي درنا فوبا مع شليفا دوميسيل، والحمد لله هذه لا بريمير فيكتوار تاعنا في عنابه، ما زلت لنا خدمه كبيره. ما تنساش باللي بدينا روتار، رانا قاعدين نترابيو. لا بارتي اللي تي بلي اي لاربيت اللي تي اور شون اور شون اي سي اون فريمون سي ان سيركل سيرك سور تون بريمير مي تون سي ان سيركل لا سير اوفير سي اون اونت. انا بور موا الى هذا هو الفوتبول دو سيت مانيير سون ديمينيو دو ميريت تاع النابه باش نتفاهموا مليح. دوكا لاربيت رون بلا ماتش يهضر معاك يقول لك تشوف لي زيماج في لاتيلي، انا نقول له هو يشوف لي زيماج في لاتيلي. جو بونس يافي دي فوت فلاغرونت.